السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلسل ده مسلسل جميلة، مسلسل خيال علمي بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي. بيفترض إن في شخص ما اللي هو دوت لابس نظارة بيخترع جهاز بيتصنف على كل الكاميرات المراقبة، على كل الإيميلات، على كل أي حاجة في الإنترنت هو بيتصنف عليها، وبيبدأ يشوف مين الشخص اللي معرض للقتل أو معرض إن هو يقتل، وبعد كده يبعت لهم الرقم بتاعه، وهو عامله بحيث ان هو ما يدوش تفاصيل، يعني يديله بس الرقم من الشخص دوت، ويبدأ يعمل سيرش عليه ويبدأ يحاول يتدخل عشان يمنع عملية القتل ديت او يمنع المشكلة اللي هتحصل. فهو طول المسلسل بيبدأ فيه مناقشة على موضوع مشكلة الاخلاقيات عند الذكاء الصناعي او عند البشر. ذكرني معضلة ذكرها الدكتور عبد الوهاب المسيري، إن في شركة سيارات طرحت سيارة للبيع، وبعد فترة اكتشف إن في مشكلة. المشكلة دي لما يجي يحوت فممكن شخص يموت، فقال لك إحنا نسحب السيارات قبل ما الناس تموت. فالمحامي قال لهم لأ استنى بس، إحنا عايزين نفكر كده، إحنا لو سحبنا السيارات هنخسر مثلا 10 مليار، بينما لو سيبنا السيارات في السوق وفي نسبة ماتت ودفعنا التعويضات فهندفع مثلا 4 مليار، ففي فرق 6 مليار، فسيبوا السيارات زي ما هي. فطول الوقت هما بيقعدوا يفكروا. هو حتى بيقولك لو ممكن الذكاء الصناعي ده هو اللي يفكر وهو اللي ياخد القرار، ممكن يقولك عدد البشر كتير وفي مجاعة، فأنا أحل المجاعة دي بإن أنا أموت نص البشر فالأكل يقضي الناس اللي هتنجو. تمام، فهي فيها شوية حاجات أفكار لازم الواحد يفكر فيها في موضوع الذكاء الصناعي، موضوع الأخلاقيات بتاعت الحاجة، بحيث إن أنت لما تيجي تبرمجها تبرمجها إزاي وهكذا. تعالوا نشوف لقطة سريعة كده. هو في واحد بيساعده كان عامل سواق في CIA اللي هو دوت، هما مسمينه طول المسلسل رجل البدلة، مع إن كل اللي في المسلسل رجال ست لابسين بدل. فهي الآلة بقى طول الوقت شايفة كل الناس من خلال الكاميرات، وبتبدأ تديله تعليمات عشان أساس إن هو ينفذها. وبعد كده في ناس من الشرطة بتقتنع بالفكرة بتاعته، وبتطوع إنها تساعد معاه بشكل يعني غير قانوني، وطبعا القانون بيحاول إن هو يقبض عليه. ده طول اليوم قاعد على الكمبيوتر وبعت له بقى التعليمات. فهو مسلسل شيق وفيه شوية معلومات كويسة، وفيه نوع من أنواع التفكير في أهمية الذكاء الصناعي. هي هنا المكنة بتتعرف عليه إن هو ده مثلا اللي اخترعها الأدمن، المفروض تسمع كلامه. فإن شاء الله مشاهدة يعني ممتعة ومفيدة بإذن الله.